حتى ناحية كفان اللي يحيل إلى إحدى الشركات اليونانية سنة 2012. المستشفى بحجم 100 سرير، العقد مع إنشاء مستشفى مع التأسيس الكامل. هذه المبالغ اللي اتخصصت سنة 2012 ما نعرف وين تبت هاي المبالغ. المشروع توقف عن العمل حسب الاتصال مع مدير المشروع، اتصلت بي شخصيا قال انه انا توقف العقد من عندي وانسحب حيل الى شركة ثانية. الشركة الثانية اللي حال لها العقد وين؟ طيب مصير هذا المشروع، هذا المشروع الحيوي اللي يخدم ناحية تبلغ تعداده 100,000 نسمة، وين مصير هذا المشروع؟ المبالغ وين ذهبت؟ المشروع مو يوم او يومين، المشروع حيل الى هذه الشركة اليونانية سنة 2012، يعني اعوام عديدة مضت على المشروع مثل ما جاي يشاهدون حجم المشروع ومخاوف المشروع مع تنفيذ البناء الاساسي. المشروع توقف عن العمل.